طبعا عرفوا ان الله واحد، عندما درسوا سنن الكون درسوا قوانين الكون. يعني ارجوك احنا لما نرجع بشيء من التحليل نقول قبل 1400 سنة من كان يتصور ان اللي يدور اللي يدور هو الارض تدور حول الشمس مو الشمس. نعم كان العقيدة السائدة حتى على المستويات اللي عندهم يسموها مستويات علمية ان الارض ثابتة والشمس متحركة الكواكب تدور من حولها. يعني حتى الى عهد قريب اكتشفوا ان الارض ان الشمس وان الارض اختلف وضعهن عما كان المعتقد. اللي كان المعتقد بان الشمس تدور حول الارض انعكس تماما ان الارض تدور حول الشمس، واللي كان المعتقد بان الشمس ثابتة اجى العلم برهن على انها تمشي 72,000 ميل افرض في الساعة باتجاه النشر الواقع بشكل حلزوني. هاي الحقائق العلمية ما اكتشفها العلم الا مؤخرا. يجي القرآن قبل 1400 سنة فيقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تأمل هاللون من الحقائق العلمية يطرحها قبل 1400 سنة ويجي العالم يتنبه الى هذه الحقيقة المذهلة فيدعن. يجي عالم مثلا يسمع ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رفع السماء بغير عمد ترونها. هذول كانوا يصورون ان الكواكب مستندة على قواعد، ما يصير لانه هذا شيء يقيسها يقيسها بالاشياء اللي عنده. يقول انا مثلا اشوف الان حائط جدار، اذا ما تحط حجارة على حجارة وشي مستند على قاعدة ما يرتفع الجدار. شنو اللي خلى هذا الكوكب يرتفع؟ معناه ان هذا مرتفع مستند على قاعدة. لما مستند على قاعدة في معنى ذلك ان هذه القاعدة موجودة. يجي القرآن الكريم يقول لا رفع السماء بغير عمد ترونها. هو مرفوع هاي الكواكب هو الله عز وجل. الله يمسك السماوات هو الذي يمسكها، بس شنو كيف شنو هي بيش؟ بنظام الجاذبية. وإن كان العلم ترى إلى الآن ما قدر يتوصل إلى سر الجاذبية، أن الجاذبية شنو هي، مثل ما سر الضوء ما عرف إلى الآن، سر النفس ما عرف إلى الآن. جملة من الحقائق الآن العلم يقف أمامها مذهول.